رجعتيني 40 عام للور ما نكرهش تكون داك 40 عام تزول دابا. يعني تيقشعر الجسم تيقشعر. نعم. تيشوف هاد المناظر وهاد الافلام تيشوف هاد الاخ السلمي اللي ما عمري كان مشى معنا ولكن ما عمري شفتو قال هاد التصريح بانه المغاربه في فرنسا كانوا تيتبعوا صحيح نعم مقابلات. وتستحضرني واحد الحديث مع ولدي امين. نعم. تلقى بواحد السيد مدير شركه. نعم. بنكيه كان له 76 في النهايه كنت تنقرا في باريس المغرب باش يلعب النهايه مشى من باريس لاثيوبيا باش يتفرج وقال له مازال تنتفكر يعني ذاك الابطال شنو عطاو في ذاك المقابله. نعم. باش ياخذوا كاس افريقيا وظهر لي بان الكاس الوحيده اللي تخدات بالرغم من الامكانيات الضعيفه اللي كانت. نعم. ولكن انا سنرجعها لواحد الجو اللي كان تيسود الفريق لا من ناحيه التسيير اللي كان تيسيرو الكولوني بالمجدوب رحمه الله عليه نعم. وكان هو لاعب قديم ولكن درج في يعني في الجنديه وجاب داك لا ديسيبلين يعني الصرامه ديال سميتو انضباط كذلك الاستمراريه ملي تشوف هاد اللاعبين كلهم تقريبا بقاو بدات التكوين ديالها ب 1972 الى حتى 76 مشات حتى 78 ومشات حتى 79 النهائي ديال هذا الجيل اللي كان في المقابله ديال الجزائر. نعم. ولكن هذا اللقب اللي خديناه لان الفريق كانت التشكيله ديالو تتكون مستمره دائما. صحيح. تيتبدل واحد ولا جوج. عندك الاستقرار لا من ناحيه اداريه تسييريه وكذلك من ناحيه تقنيه. جمر داريس كونغس 5 سنين. صحيح. اللي مشى معك بدا تيكون الفريق كانت عنده 19 عنده فيها واحد 6 ولا 7 اللاعبين نواد الفريق اللي ما تيتبدلوش والاخرين اللي تيكون على حساب المجهود على حساب لا فورم ديالو. نعم. وكان تيعطيو نتائج وكنا تنلعبوا مقابلات كثيره حبيه وكذلك حتى يعني حتى في الاستعدادات. صحيح. كنا تنجلسوا في معموره تتلعب دائما تنجمعوا من نهار الاثنين للجمعه. عمره محمدية كذلك. نعم. في الاخير ديال تنمشيو للمحمديه لسمير. نعم. بيلفيل هي من الاولى. نعم. تنقول لك بانه كانت تتجمع رجعنا بحال فريق واحد. صحيح. الان تتشوف الفرق اللي كاين كل اسبوع كل مقابله تشكيله جديده. نعم. ما يمكن ذاك التوليفه ما يمكنش تجبرها في مقابله واحده. نعم. مثلا ملي تتلعب فارس مع سيلاس تعرف ملي تيقبطها فارس عسيلة تيعرف فين باش يضربها. ملي تيقبطها عسيلة فارس تيعرف. صحيح. انعكس هذا الشيء على اللاعبين الاخرين. من ناحيه الدفاع كانت الصرامه وكانت المعقول ما كاينش الزيادات. نعم. اذا كان الناحيه الاستقراريه في التشكيله والاستمراريه في يعني في نعم. يعني في الناحيه ديال الدفاع كما